رح نرجع إلى التصاريح بعد انتهاء الجلسة التشريعية فور خروج النواب، ورح أكيد نكون مع تصاريحهم مباشرة. أستاذ الياس، جلسة مجلس النواب اليوم، الانفاق على أساس القاعدة الاثنى عشرية، قدام ممكن يزيد اليوم من المخاطر الاقتصادية اللي بعدها محدقة فينا وباللبنان اليوم؟ لكل تعاطي البرلمان والحكومة عم يتعاطوا بطريقة ترقيع، وهيدا الشيء ما بينقذ البلد. إذا ما رحنا بإجراءات حاسمة وحازمة ما رح نقدر نوصل لمحل. اللي وصل البلد لهون أصلا هو القاعدة 22، ويلي ما عمله قطع حسابه. أنا بذكر كتير منيح بالجلسة بتاني وقت نحنا بثلاث موازنات كنا الوحيدين، وهون إلي الشرف كون من هالكتلة، كتلة الكتائب يلي طعنت بثلاث موازنات وصوتنا ضدهم ثلاثتهم. كيف إذا رحنا خطوة لورا ورحنا على القاعدة 22؟ وقت سألت أنا بقلب الجلسة، كان القانون مقدمه نائب ألا عون، وسألت وقتها أنه كيف بدكم تعملوا هيدي الموازنة بلا قطع حساب. وقتها قالوا أنه نحن معنا من هلأ لشهر 12 نكون قرينا موضوع، يكون خلصنا موضوع قطع حساب. نحن عارفين أنه مع هاي السلطة كل شيء بيتأجل وكل شيء مؤقت بيصير دايم، وهذا الشيء لليوم بعد ما نعمل قطع حساب وفي 11 مليار بنعرف كل القصة. بالتالي هن مستمرين بنفس الطريقة والنهج لأن ما بيعرفوا يشتغلوا إلا هيك، وهذا اللي وصل البلد لهون، وهذا نعم. راح يكملوا فيه هن نعم. ما في حل إلا بتغيير هول الناس اللي موجودين جوا نعم. يعني الجلسة انتهت، الجلسة التشريعية باليونسكو، من بعد ما فقد النصاب، ما بعرف إذا رح نرجع نروح إلى النائب جورج عدوان مباشرة يشمل الموظفين وحساباتهم، وأن يشمل محاضر المجلس المركزي بمصرف لبنان، وبالتالي كل الحجج يلي كان البعض عم يتخبى وراهم لما يمشي التدقيق الجنائي ولا يعرقل عمل لجنة التدقيق أسقطنا لهم هن بهالقانون، وهلأ ما بقى عندهم إلا يخضعوا لهالقانون. ونحن زدنا بالتقرير يلي وضعناه انه كل شخص موظف كان او مسؤول يتهرب من التدقيق الجنائي وفقا لهذا القانون يخضع لقانون العقوبات، وبالتالي يطبق عليه فورا قانون العقوبات وما عاد في اي لبس بذلك. هلا بالموضوع الثاني، اليوم بتعرفوا انه كان في قانون استقلالية القضاء، هيدا القانون يلي عملنا كل جهدنا لحتى يمرق وبأسرع وقت، التزمنا نحن بالمهل يلي كنا حاطينا أنجز ب 18-11-2021 وأحيل إلى الهيئة العامة. اليوم طلب وزير العدل ومجلس القضاء أنه يطلعوا عليه، علما أنه نحن أبدينا جوا، أنه بالنسبة لمجلس القضاء كنا سلمناه نسخة، بالنسبة لوزارة العدل كنا سلمنا وزير العدل وزيرة العدل السابقة نسخة، ونحن بنعتبر انه في استمرارية بالوزارات وفي استمرارية بالعمل، وما شفنا انه مبرر ان يتأجل قانون استقلالية القضاء، لا سيما في ظل ما يشهده اليوم القضاء من عدم متابعة قضايا الفساد، من عدم البت بالأمور، من عدم أنه يتصدى للفاسدين بشكل فعال. وبالتالي أنا بعتقد أنه تأجيل قانون استقلالية القضاء ضربة شدناها اليوم، هلأ رح يرجع يحال إلى لجنة الإدارة والعدل، نحن منوعد أنه رح ننكب لحتى ننهي بأسرع وقت ونرجع نعرضه على الهيئة العامة، لأنه هيدا القانون حياتي وإصلاحي بامتياز، وبعتقد أنه مصلحة كل اللبنانيين أن يقر بسرعة. يعطيكم ألف عافية. أستاذ الياس، رح نرجع نحن وياك إلى هذه الحلقة، كنا حكينا عن الجلسة التشريعية، رح نروح دغري إلى المواضيع، إذا فينا نقول المواضيع الآنية، مفروض دغري بالموضوع الانتخابي. كلام بارز كان امبارح لرئيس الكتائب سامي الجميل، تحدث عن الحياد وعدم توريط لبنان، تحدث عن الشق الاقتصادي، تحدث عن المحاسبة. هل برأيك اليوم الشعب اللبناني سيستطيع أن يحاسب هذه الطبقة السياسية في الصناديق
أو أنه الشعب اللبناني يوم الانتخاب رح يرجع يروح يصوت لنفس هذه الطبقة، يمكن يوم الانتخاب بينسى كمان المشاكل اللي عم بيعيش فيها وبيرجع للتقوقع الطائفي والمناطقي والحزبي. لك هذه فرصة ما رح تتكرر، مثل ما الثورة كانت كمان فرصة لتعرية كل أهل السلطة ولهالنقمة اللي صارت، ولا إذا بدك لفكفكت كل الارتباطات السابقة تبع كل المجموعات بلبنان والناس والعيال بأحزابها يلي كانت مرتبطة فيهم تاريخيا، يلي يمكن بمحل من المحلات ما كانوا شايفين الأخطاء. عرّت هيدي الثورة هيدي السلطة وبيّنوا كل عيوب هيدي السلطة وانكشف كل شيء، وسقطت الدولة على جميع المستويات وبكل الملفات، ما بقى في شيء ماشي. اليوم من بعد كل يلي صار عم نحكي من إفلاس لتدهور سعر الصرف، لا الوضع الاقتصادي، لا عزل لبنان عربيا وعالميا، لا انفجار بيروت يلي هو أسوأ جريمة بتاريخنا وبتاريخ البشرية يمكن من هلأ لمئتين سنة لقدين. طريقة التعاطي بكل الملفات، ملف بيئي، ملف الكهرباء، ملف الهجرة اللي اليوم شبابنا تفرغ، كل هودي وسرقة أموال الناس وتعبون وصلتنا لمحل حطت ناس قدام أمر واقع. يا أما بتكون تتعاطوا مع هذا الاستحقاق لأنه هذا استحقاق مصيري وبتكون تتعاطوا فيه بطريقة مختلفة عن كل الاصطفاف السابق اللي كنتوا تعملوه والتقوقع الطائفي والمناطقي والتاريخي مع الأحزاب والشخصيات والزعيمات، وتقولوا لا هالمرة نحن عندنا فرصة أنه نحسم ونعبر عن صرختنا وعن وجعنا بقلب صناديق الاقتراع. يا أما صراحة بكون الشعب اللبناني عم بروي عليه فرصة أنه يقدر يبني بلد، وما عم بقول أنه الإنقاذ اليوم بيصير تاني نهار الانتخابات من قوم عبكرة منلاقي بلد ما في عيوب. نحنا بدنا تبلش هاي الخطوة وتنكون واقعيين، لأن أنا ما بحب كمان إيهام الناس بأنه الانتخابات هي خشبة الخلاص. الانتخابات هي بداية لمشوار طويل لإعادة تموضع لبنان بالخريطة العالمية من حيث الحوكمة وطريقة حكم وطريقة إدارة البلد بكل الملفات، من حيث حياد لبنان وتحييده عن كل الصراعات اللي ورطت لبنان بعزلة وبفقر وبتعتير بس بالمقابل السلطة اليوم عم بتقول انه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مثلا عم تمشي بشكل جدا ممتاز وممكن نحصل على مساعدات كمان. الIMF ما بيعطي مساعدات، الIMF يعني في بروجرام بتاخد انت قروض وبتمشي لقدام، وفي دول منحة بتعطي مساعدة، ولكن بدهن مقابل هيدا الشيء بدهن حدا يوثقوا فيه يحكوا معه. اليوم ما في ثقة بلبنان الرسمي، ما في ثقة بالطريقة اللي أديرت فيها كل الملفات، بالتالي بطبيعة الحال آخر النهار هول المنظمات عالمية بيمشوا مع بالمسار الطبيعي، وآخر شيء شو بده يعطينا الIMF؟ 3-4-5-10 مليار؟ أوكي طيب. إذا ما حسنا استعمالهم وما كان عندنا خطة مثل ما لازم وما صار في تطبيق مثل ما لازم، ترجع كأنه عم تعبي سلة قش عم تعبيها مي. ما إلا عازي نحن لا ناخد مصاري من الIMF ولا من دول منحة ولا من الورلد بانك إذا نحن بدنا نكمل نفس الإدارة اللي ماشيين فيها. نعم. توظيف طيب. العشوائي، الفساد بكل الملفات والتعهدات، الصناديق الموازية، السرقة الموصوفة من أموال الناس وديعهم، والطريقة اللي المصارف ومصرف لبنان دينوا الدولة بلا ولا أي سؤال بلا ولا أي رقيب. هل 3-4 متعهدين بلبنان اللي بياخدوا كل مشاريعه ومن خلالها بيمولوا بيرجعوا الزعماء والأحزاب تيرجعوا يعطوهم مشاريع تانية، وهيك دوامة نحن ماشيين فيها. في رفض تام، وعم بحكي على الصعيد الشخصي، أنا كمواطن اليوم برفض أنه كمل عيشتي بهذه الطريقة اللي عايشين فيها. يا أما بدنا نحسم بهذه الانتخابات، يا أما نحن ما بنستحق نعمل بلد ونرضي انه هذا البلد بنعيش فيه. مثل ما قال حاكم مصرف لبنان، يعني الشعب اللبناني بيتأقلم، والتأقلم هو اسمى طريقه عيش معقول نعيشه. طيب. لا ما بدي اتأقلم، انا طموحي كبير وبدي اعيش وضع أحسن. لا يستقيم وضع في اي بلد اذا ما كان في قضاء عادل. الرئيس نبيه بري اليوم اعاد اقتراح قانون استقلاليه القضاء العدلي الى لجنه الاداره والعدل حتى يتم الاطلاع عليه من مجلس القضاء الاعلى. وين المشكله اليوم بالقضاء برايك؟ هين كثير. طالما السلطة السياسية هي اللي بتعين الجسم القضائي، هذا الجسم القضائي له جميل لا هيدي السلطة السياسية. هل قد سهلة الطريقة اللي عم تدار فيها أو هالوقحنة بالتعاطي مع ملف تحقيق المرفأ والحصانات والتلاعب والتهديد المباشر على القاضي بيطار
والطريقة اللي فرغوه فيها بعد يوم من مهامه ومحاولة تقييده بكل البدع والتزاكي بالقانون بتخليك انه ما تتطمن انت ولا على اي مستقبل لهذا البلد، لانه اذا بهي هالقد قضية نبيلة في هيك التعاطي مع الجسم القضائي 60 سنة علينا وعلى بلد، اذا نحن ما رح نعرف نفصل القضاء عن السلطة السياسية اللي هي فاسدة. في مصطلح بالفرنساوي بيقول له دروا دانغراتيتود، وقت القاضي بيتعين من سلطة سياسية عنده حق نكران الجميل، وهيدا هو الأساس. وأنا بحيي كل القضاة الشرفاء من مجلس القضاء الأعلى الأستاذ سهيل عبود، الرئيس سهيل عبود، لا القاضي بيطار، لكل القضاة. بلشت الحرب على طبعا كل واحد شريف عم بيحاربوه، وأنا هون بعتقد هول الجماعة القاضي عبود الرئيس سهيل عبود والقاضي بيطار محصنين بأمل الناس فيهم. ما في شيء أقوى من أمل الناس بهالشخصين هون. شو ما عملوا، التهديد مباشر، تزاكي، يشيلوا الملف يحطوه بمجلس الأعلى للمحاكمة رؤساء الوزراء اللي أنا انتخبت وقت كنت بالبرلمان، انتخبت عضو فيه وتقدمت بتعديل لهيدا المجلس لأنه ما له عازة ومقيد، وبدك تلتين تتحول قاضي أو بتتحول وزير أو نايب تتقدر تحاكمه، ما له عازة، معمول بس على الورق تما يحاكمه حدا. إذا نحن مش عارفين نخرج من هيدي نحط القضاء، تعرف وين ما كان بالعالم بالبلدان المنطقية والحضارية القضاء هي أعلى سلطة. ما بقى في اليوم بلد ماشي بلا قضاء نزيه وعادل، ما بيمشي شيء. والإصلاح حجر الأساس لإصلاح بلد ولا ترجع تنقذ بلد هو القضاء، ماشي تاني. اليوم إذا رحت على محاسبة حقيقية ومقاضاة كل المرتكبين، شو بيصير بالبلد؟ بتصير محل تاني، بتنقلك هاي الشغلة من محل لمحل، تعويل كله على القضاء. طيب رئيس حزب الكتائب بالأمس أيضا تحدث، وإذا فينا نقول عن موضوع المسيرات يلي يرسلها حزب الله إلى الأجواء في فلسطين المحتلة، وقال من طلب من حزب الله هذا الأمر؟ وين الدولة؟ وين قرار الدولة بهذا الموضوع؟ الرد كان أنه ما حدا بياخد إذن إذا بده يقاوم إسرائيل. يعني ألا تعتبرون أنه هذا الأمر يعتبر مثل بياخدوا عليكم أنه كأنكم بطريقة غير مباشرة تستنكرون أو لا تريدون مقاومة إسرائيل؟ أول شيء المقاومة هي حق لشعب كامله، مش حكر على حزب معين. بيأتمر بلسانهم هن وبكل وضوح بيأتمر لأجندة إيرانية، ومين طلب منهم يمكن على الأرجح هذه خدمة أو ورقة إضافية للمفاوضات اللي عم تصير بين إيران وأمريكا بفيينا. لا، مش في 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 لبنان الرسمي، في رئيس جمهورية، بس لم يعارض، يعني ما شفنا مجلس وزراء عارض هذا الأمر ولا رئيس جمهورية، وهذا الأمر مثبت يعني بالبيان الوزاري. أول شيء رئيس جمهورية إجا هو مرشح حزب الله من أول دقيقة، السيد حسن بقول يا ميشيل عون رئيس جمهورية، ما في رئيس جمهورية، بالتالي وهيدا عتبنا الكبير على كل صقور 14 أدار يلي قرروا بوقت من الأوقات يستسلموا لهذه الإرادة وانتخبوا ميشيل عون رئيس للجمهورية. بالتالي صار اليوم الحزب مسيطر على المجلس النيابي بالأكترية من وراء قانون انتخابي الكل شارك فيه، وعلى مجلس الوزراء من كان من التلت المعطي اللي كان من الأمضى الثالث يلي كرسوه بوزير المالية، وإن كان بوجود مرشحهم يعني حليفهم بسدة الرئاسة. وهذا الشيء أكيد ما راح حدا منهم يحكي، لأن لا في مش موجودين هن أصلا. ليش الهجوم المستمر على دول الخليج وعلى السعودية؟ شو مصلحة لبنان واللبنانيين؟ إيه بس كمان بهذا غير موضوع، يعني بموضوع الدول الخليجية والهجوم عليها، شفنا وزير الداخلية يعني كتير حكى بالموضوع، الرئيس ميقاتي من قصر بعبدة استنكر هذا الأمر، وحاولت الداخلية أيضا تمنع كل المحاولات والمؤتمرات يلي بتضر بعلاقات لبنان مع هذه الدول وتحديدا البحرين. بس بموضوع مقاومة إسرائيل قد يكون مأخذ عليكم بهذا. بس برجع بقول لك شو نفع إذا استنكر وما استنكر؟ نرجع منطلع إذا بكرة بيطلع أمين عام حزب الله وبيرجع بيهاجم اللي بده يهاجمه، وبيقرر بقرار من مين، إن كان بتطلع مسيرات أو بتهجم على الخليج أو بتقحم حالك بحرب بسوريا ما قلنا فيها، أو باليمن ومعركة مقرب، أو منروح على بلغاريا ومنروح على مصر ومنروح شو 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 أنا وياك شو منستفيد من كل هذا الشيء اللي عم بيصير؟ طيب واليوم إذا بدنا نحكي عن
إذا هذا الشيء مقابل ترسيم الحدود وحق لبنان، عم نشوف كيف عم بيصير المساومات. في أسئلة كثيرة على موضوع الخط يلي اليوم رح نحكي فيه عن ترسيم الترسيم البحري مع إسرائيل. يعني أنت كمان بتوافق من يقول إنه هذا القرار وهذا إذا فينا نقول البعض يسميه تنازل هو مقابل شيء، يعني عم بيقدموا شيء لجهة معينة مقابل شيء آخر؟ ليك في كلام امبارح قريته ما في سكوت، في سكوت مطبق طبعا الموضوع. طبعا وانا برايي وانا كنت من الوفد النيابي يلي راح على جنيف بمؤتمر نعمل لا موضوع النزاع على ترسيم الحدود، كنا 8 نواب بعتقد. مطلع شوي على الملف وبعرف حق لبنان، وهذا حق مكرس ومنه ملك حدا يتنازل عنه. حق لبنان بال 29 او بال 23 موضوع تقني كثير، بفضل انا ما فوت فيه لانه ما بدعي انه انا افهم من يلي عم يحكوا فيه، ولكن كلام كثير عم ينحكى انه في تواصل مباشر، رفع عقوبات مقابل القبول بخط معين بال 23، كلام اكبر انه هيدا الشيء من يعني اذا بنربط الامور بعض، وانا ما بحب مؤامرات هيك نظريات المؤامرات، بس اذا بنربط استجرار الغاز اللي من إسرائيل لا مصر لا الأردن لا سوريا لا لبنان مع مفاوضات يلي عم تصير بفيينا مع إذا بدك المسيرات يلي انطلقت على الإمارات يلي ولا مرة صايرة، كنا معودين نحن نشوف مسيرات من الحوثيين على السعودية ولكن مش على الإمارات، وزيد عليها موضوع ترسيم الحدود بلبنان ووضع لبنان هيك المطبق هيك الغالقين عليه كل اللي محاصرينه، خليني نقول مع يلي حكيوا بموضوع المفاوضات وانه انحكى ان كان لودريان الفرنسي الجانب الفرنسي او الامريكاني وحكيوا عن لبنان، كله بتشوفوا اذا بتربطهم ببعضهم بتلاقي انه في يمكن صفقة تربط كل هالامور ببعضها، ولا سوء الحظ سيكون لبنان من يدفع الثمن كما حصل في 90. ما بعرف إذا دفع الثمن لمين بدهم يسلمون وتلزيم لبنان لحزب الله أو مثل ما لزموا لبنان لسوريا بالتسعين. اليوم نحن كلبنانيين وكشعب بده يقرر مصيره، مش هيك منتعاطى مع هذا الملف، منرفع الصوت بيقرر اللبناني شو بده وعنده استحقاق بعد شهرين، بيقرر شو بده لا الإرادة الدولية ولا إرادة أكبر من الإرادة الدولية بتقدر توقف قدام إرادة شعب. وأنا مآمن بعيدا عن شعارات، بس ما بتعتقد أنه الصفقة تمت؟ بجوز تمت، ولكن في شعب حي بلبنان، انه ما فينا كمان نكون شعب خنوع يخضع على كل المؤامرات اللي بتصير. انتبه عندنا مصلحه وحده ووحيده بهذا البلد، انه نرجع ننقذ لبنان، يرجع لبنان لتموضعه الطبيعي، يرجع بهويته اللي من اليوم عم تحكي عن الانتخابات اللي هي الوسيله الديمقراطيه للتغيير، بس ما بتخشى اليوم انه يصير اي خلل امني في لبنان يؤدي الى تطيير هذه الانتخابات؟ وممكن تصير، يعني في كثير افرقاء سياسيين اليوم ما بتناسبهم الانتخابات لانه بحسب الاحصاءات راح ينزل عدد النواب يمكن من 20 الى 10 ببعض، اكيد عند بعض الاحزاب. نحن عم نتعاطى مع سلطة شريرة ومع كان فيها طابور خامس وأيادي خارجية والبدك يقولوا، بس ايه نحن منعرف كتير منيح، وهذا الكلام مجرد ما عم نحكيه يعني في شكوك بأنه هالجماعة قادرين إذا حسوا حالهم ما رح ينتصروا بالانتخابات مثل ما غشوا الناس قبل بمرة وقبل بمرات كتيرة، إذا حسوا هيدا الشيء بشكل خطر على وزنهم أو على عددهم ايه بيطيروا الانتخابات بمئة طريقة، بافتعال حرب، بانفجار، باغتيال، بمشكل. انه فيك تفسر لي مشكل الطيوني من وين اجا؟ وهذا المشكل كان عنده هدف تطيير القاضي بيطار، بالتالي ايه فيهم يعملوا شيء بيشبهه لتطيير الانتخابات. رح نحكي عن كل هذه الملفات ونفوت شوي الى التفاصيل الانتخابية اللي بعرف قديه اليوم ملاحقة وبتهمك قبل اشهر على الانتخابات، انما من بعد وقفة اعلانية. بجدد تحيات لكم أصدقائي المشاهدين ونتابع هذه الحلقة من لبنان اليوم مع ضيفي النائب المستقيل الياس حنكش. خلينا نروح، كنت عم تحكيني عن موضوع الطيوني، هل أنت كمان توافق من يقول أنه الطيوني كانت لشد العصب من الجانبين؟ ليك في مستفيدين من وراء الطيوني، يعني أكيد ما يعني اللي صار منه عفوي وكان مخطط له على قليل من قبل المعتدين، ووصلت انه يصير في
وبحكم الطبيعة وبطريقة يمكن طبيعية وعفوية ولاد المنطقة دافعوا عن المنطقة. هل قد سقفة بس شو فوت مظاهرة رايحة على قصر العدل بالطريقة اللي فاتوا فيها انه اكيد مفتعلة واكيد كان مخطط لشيء اكبر يمكن ما بروح هالقد بس انه اخراجها الطريقة اللي اخرجت فيها هذه الحادثة الكبيرة يلي كانت عم نعرف كيف تبلشت بس كيف بدنا نعرف كيف تنتهي. ايه كانت عمل اخراج ليستفيد منها ليرجع يشد حزب الله ببيئته ويخلق عدو وهمي يعني اكيد في استفادة. نعم بالموضوع الانتخابي برزت يعني عم بروح كتير بسرعة بالمواضيع بس لنقدر نستفيد من الوقت. بالموضوع الانتخابي برزت كتير مشاكل خلال الأيام والأسابيع الماضية بقلب حزب الكتائب انتخابيا لسيما بمنطقة البترون. بس خليني قبل ما روح إلى منطقة البترون نحكي شوي عن منطقة المتن. كيف عم بتصير التحالفات؟ هل تقريبا ركبت التحالفات اللي أنتوا اللاحة رح بتكونوا فيها بمنطقة المتن؟ لكن نحن بكتير هيك بكتير من الوضوح نحن عنا تقريبا يعني مرة الماضي ومبدئيا هاي المرة عنا مقعدين على اللايحة وفتحين المجال قدام قوى المعارضة وقوى التغيير للانضمام أو للمشاركة إذا بدك لأنه هيدي منا ما عم نجي نحن نقول للقوى المعارضة ولا هيدي لايحة الكتائب تفضلوا فوتوا عليها. نحن عم نجي نقول هيدي شراكة نحن وكل هالقوى التغييرية يلي نوجدت ويمكن في ناس وشخصيات من قبل 17 تشرين موجودة وعم بتناضل وعم بتكافح ومنلتقى فيهم على أغلب النقاط السياسية وما رح نعمل بس بعض المجموعات رفضت أن تكون معكم. ما في مشكل بالعكس هذا حقهم وفيهم ما يكونوا معنا والله يوفقهم. بالعكس يعني ما في حدا أنت بالبيت اليوم ما بتتفق أنت وإخواتك أو أنت وأهلك هذه شغلة طبيعية. وبموضوع المعارضة نحن في جبهة معارضة كبيرة ومش بس بالمتن نحن عم نحكي بالمتن وبكل المناطق اللبنانية وعم نجرب قد ما فينا لأن عنا فرصة حقيقية كل ما تجمعنا بوجه هيدي السلطة كل ما صار حظوظنا للربح أكبر. يا أما بدنا نتعالى مثل ما عملنا بالبترون نتعالى عن المصالح الشخصية والحزبية والمكتسبات ونقول لا ما عليه إذا ضحينا اليوم لأن هيدي مرحلة انتقالية مصيرية مش مهم الكتائب شو بدها تجيب وكان فينا نعند هون ونصر هون ما بنعمل هيك وعم نشتغل بكتير من التواضع مع المجموعات الموجودة لنقدر نتوحد بمواجهة هيدي السلطة وغير هيك ممكن طيب. عم نضيع وقت. طيب البعض يحمل عليكم انه هذه المجموعات الثورية يلي انتو كنتوا جزء اساسي منها بثورة 17 تشرين ما قدمت بديل يعني ما شفنا وجوه جديدة من هذه الثورة قادرة تكون البديل عن الوجوه الموجودة في السلطة يعني في اليوم كمان وفي تشرزم يعني شفنا كمان وقت عم بيكون في اجتماعات لهؤلاء الافرقاء عم نرجع نشوف الخلافات القديمه عم تطلع عم ترجع هيدا بيتهم هيدا باليسار وهيداك بيرد له انت باليمين وانت كنت ما بعرف وين وانت كنت يعني بعد رواسب الماضي موجوده ما عم تقدروا تقدموا صوره اذا فينا نقول هيك ناصعه صوره للمستقبل لهالناس اللي بدهم يروحوا يصوتوا يمكن الناس يروحوا يصوتوا لنفس اللي صوتوا لهم قبل. مزبوط وهذا اللي مش هيك عم بقول لك هيدي كمان جريمه بحق مستقبل هيدا الشعب نفسه وموضوع إذا بدك يعني القبول بالآخر هو في محل بدك ترسم زيح وتقول خيي نحن اليوم نلتقى مع كتير ناس بمواجهتنا وبطرح بديل لكل ملف فشلت فيه الدولة وما أكثرهم. أنت عم تتقبله بس هل الطرف الآخر تقبلك؟ ما هو أنا برجع بقولك ما في طرف واحد آخر. الأطراف الأخرى في أطراف في منهم قبلانين في منهم مش قبلانين في منهم بفضلوا ما يكونوا مع حدا كان حزب موجود مثل حزب الكتائب في منهم لا مقدرين تاريخ حزب الكتائب ومحطاته المشرقة وبقولوا وخصوصا إذا بدك المسار الواضح وضوح الشمس من وقت استقالتنا من مجلس النواب من مجلس الوزراء قبل من حكومة تمام سليم لكن في ثورة ولا شيء عم نحكي بال2016 والتموضع وعدم دخولنا بتسوية الرئاسية اللي وصلت البلد لهون عدم مشاركتنا بقانون الانتخابي اللي صاغوه الأحزاب الستة ليكبروا كتالهم بلا ما يحسبوا حزب الله وين بيصير أو الأمير الأكترية بالحكومة بالبرلمان الموازنات الثلاثة اللي نحن اعترضنا عليهم وطعنا فيهم بالمجلس الدستوري سلسلة الرتب والرواتب كيف
تمولت بالضرائب، يعني أخذوهم من مال وعطيوهم من مال تاني للناس. الحكومات اتهمتم بالشعبوية بيوم كتير منيح، واليوم الناس صارت فهمانة لأنه الوضوح منه موجود على بالساحة اللبنانية بكل الأطراف، كلهم حاطين إجر بالبور إجر بالفلاحة، بيحكوا شيء قدام ناس وبيعملوا شيء تاني على طاولة المفاوضات مع الأطراف التانية. اليوم الناس بحاجة لوضوح. حزب الكتائب سلك هيدا الطريق ودفع حق غالي، في ناس ومجموعات وأحزاب وشخصيات مقدرة هيدا الشيء وعم نشتغل معهم، في ناس عم تشتغل بغير مطرح والله يوفقها ما في مشكل. يعني المهم نحن نقدر نجمع أكتر عدد ممكن من هيدي القوى تنقدر نواجه هيدي السلطة، غير هيك منكون عم نعطي فرصة لهيدي السلطة أنه تفوت وتخردي هالمعارضة اللي عم تواجههم وتيبقوا هن محلون وبيكمل مسار الانحداري إلى ما لا نهاية. طب كيف عم بتواجهوا اليوم كحزب، بفتكر موجود بكل أحزاب هذا الأمر، شهوة النيابة، يعني كتار في كل الأحزاب بدهم يعملوا نواب، وخاصة بيشوفوا أنه هذا القانون الموجود اليوم ممكن يقدروا يتهربوا منه، يعني ممكن بالصدفة في ناس عملت نواب، في ناس عملت نواب 60 صوت وب100 صوت. مزبوط. يعني قديش قادرين اليوم تواجهوا هذا الأمر الشهوة الموجودة؟ في 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 شح بشخصيات جدية تخوض الانتخابات لأنه شايفين القانون كيف مركب، وبذات الوقت في هجمة لناس مستنوبين لا أهداف. بس عذرني على التعبير، يعني في ناس ناوية تترشح يا محلى الموجودين اليوم واللي منعرفهم. أكيد في من كل شيء، وخليني أقول بنوع خاص من يلي كانوا طلعوا بالثورة، يعني في ناس على السوشيال ميديا ما بعرف إذا صار كل واحد بيشوف عنده 1,000 و2,000 و10,000 متابع صار بده يعمل نايب. يعني في كوارث بهذا الموضوع. ليك في بالعكس، أنا برأيي الثورة قدمت ناس وعطيت فرص وفتحت مجال، والسوشيال ميديا فتح مجال لناس توصل صوتها، واكتشفنا مواهب وطاقات ممتازة وناس عندها خبرة، وبالمقابل اكتشفنا كوارث مثل كل شيء، يعني مثل كل شيء. بس الناس هون كمان بدها تختار، وهيدا أساس بالموضوع. في ناس كمان تجي بتلاقي ناس تجي قبل بجمعتين من الانتخابات بلش بطريقة زبائنية وبشراء ضمائر وباستغلال وجع الناس، بدها تعمل نواب بصيروا يفاوضوا وكل واحد. يعني في كتير ناس إذا بدك مصدقة حالها أنه هي يعني عندها أرضية، بالوقت يلي في ناس ناضلت وتعبت ودفعت حق شهداء ودفعت حق وقت ودفعت حق من رصيدة تتقدر تحافظ على هذا البلد. وفي ناس نيو كامرز مثل ما في نوفو ريش، في نوفو بوليتيك، يعني بتلاقيهم فاتوا ما بتفهم كيف وليش وشو، ولأنه بيكبوا مصاري بوقت مش لأنه نحن مجتمع من دون ذاكرة ولأنه نحن مجتمع بلا وفا. لا، أنا برأيي الشعب منه هيك، الشعب رح يعطي ثقته لناس بيوثق فيهم ولناس قادرة تفعل. كمان أحسن ما أقلك بس بالنيجاتيف، مثل ما عم أقلك في النوفو بوليتيك يلي فاتوا وبيكذبوا وبيحكوا كلام اصلا مش موجود وبيعملوا قيمه لحالهم ببيانات يعني منه مبرر يلي عم بيصير من هالمال، من مال تاني. في ناس عندها قدر وقيمه صار لها 20 سنه تشتغل او بتحكي عن موضوع معين بمتركاج معين بدراسه ملف معينه، اليوم وقتهم انه يكونوا موجودين ويقدروا. راح احكي على سبيل المثال، نحن احدى الاشخاص يلي عم نقرب معهم هي لوري هيتيان يلي مختصة بالنفط والغاز، ويلي هي من الطائفة الأرمنية وموجودة بمفاوضات يعني متقدمة معها بهذا الموضوع. هيك ناس لو ما الثورة ما كنا شفناهم. وفي ناس تعبوا على الأرض ومع الثوار وموجودين وعم بيكافحوا وعم بيناضلوا، كمان بيسوى ينعطوا فرصة. مش هيك حزب الكتائب لو بالمتن نحن عنا ما يقارب 20,000 صوت، مش عم نقول نحن والله بدنا نعمل ليستة كتائب ومننقي واحد أو اثنين، عم نجي نحن عم نقول نحن اثنين مثل ما كنا قبل، ما بدنا نزيد. وعم نقول خيي عم نفتح فرصة لكل هالمجموعات اللي بتشبهنا واللي منتفق معها بالسياسة، لأن نحن مش هواة نعمل تحالفات انتخابية. لو كنا بدنا نعمل هيك بعتقد كنا عملنا غير شيء بال2018. فتحين مجال لهالقوى اللي موجودة واللي عندها نضالة وعندها رؤيتها وعندها خططها، نقدر نحط إيدنا بإيدهم لنقدر نخوض هيدي المعركة، وتكون الناس عندها بديل جدي تتقدر تقول والله أوكي أنا ما راح صور لأهل السلطة على تفوتهم في شيء معارضة، في شيء موالات، في شيء بالحكومة، في شيء برات الحكومة. صار نحكي مع الناس اللي بعدها ما استقالت من على أثر أكبر جريمة صارت بتاريخنا، وفي ناس بالحكومة وفي ناس بكل السلطات تقدر تواجههم مع بديل جدي. طيب متى ستسمون المرشحين تبعولكم؟ يعني كان الناس توقعت مبارح يكون في أسماء للمرشحين بإطلاق المكنة الانتخابية، بس
من هم المرشحين اليوم؟ لك اليوم يعني في المكتب السياسي وافق على نائب الرئيس أو رشح نائب الرئيس الدكتور سليم الصايغ بكسروان، إنما غير مرشحين. لك كمان أنا بحب دائما أحترم الآليات الحزبية وننطر المكتب السياسي، ولكن في مرشحين طبيعيين اليوم موجودين يلي هن الكتلة اللي كانت قبل، كان رئيس الحزب، كان الشيخ نديم بالأشرفية، وكان أنا مع بالمتن، هيك ماشي الأمور، بس القرار بيرجع للمكتب السياسي. ولكن مش مستعجلين نعلن نحن مرشحين أو تحالفات أو لوايحنا إذا بدك قبل ما نعطي كل الفرص. مش مستعجلين أو مش عم تركب بعد؟ ما هي أنا لأنه فينا نركبها ونقول يا ريت طولنا بالنا شوي، كان قدر إكس مثلا توافقنا معه، مش هيك؟ فاتحين المجال، منا هيني تقدر تجمع بين كل هالناس اللي عندها باكراوند مختلف، اللي عندها إذا بدك مقاربة مختلفة لبعض الملفات أو للجو اللي موجود اليوم. أنا بفهم كل كمان الهواجس اللي عندهم إياها كثير من الناس، ولكن هذا الشيء عم يتبدد بوضوح الخطة والرؤية السياسية، لأن يا منتوافق عليها يا ما منتوافق. بالأسابيع الماضية وبالأيام الماضية نقطة ضعف إذا فينا نقول بيّنت بمنطقة البترون، وبرجع بقول يعني هذا الموضوع موجود عند كل الأحزاب، شهوة النيابة والكل بده يعمل النواب، بس ليش الإعلام وخاصة الإعلام المعادي لكم يعني إعلام الأحزاب الأخرى كتير ضوى على هذا الموضوع وبفتكر أعطاه أكثر من حجمه، ليش التركيز اليوم والتصويب على الكتائب وماذا يجري في البترون كتائبية؟ لك عم تقول نقطة ضعف، أنا برأيي بالعكس هي نقطة قوة، الواحد يتعالى عن مصالحه ومكاسبه الحزبية ويقول لا، مصلحة المعركة أنه اليوم ندعم حدا بيشبهنا بطروحاته السياسية وعنده فرص أنه يقدر يكسر أو يخرق بمواجهة هذه السلطة. بالعكس أول شغلة هيك، تاني شغلة، بس ليه ما تم الاتفاق داخليا على هذا الموضوع قبل ما يطلع للعلن؟ في مطارح كتير، لا نحكى قبل ما يطلع بالعلن، نحكى كتير مع رفيقنا النائب سامر سعادي، هو ملامته أنه ليه ما نحكى قبل، ولكن نحكى وجربنا نطرح كل الهواجس ونلاقي فورمول نظهر منها بلا ما نشوشر بهذا الموضوع، لأن عارفين هذا الشيء اللي صار واللي عم بيصير هي مواد لكل المتضررين من إذا بدك قبول الجو الجديد بالبلد التغييري لحزب مثل حزب الكتائب، بتنظيم الكتائب وبتقلى بكل المناطق عتفاوتها في مطارح قوية في مطارح ضعف، طبعا وضوح رؤيتها وإذا بدك هيك هالشراسة بمواجهة هذه السلطة، كان وقت كنا نواب وإن كان وقت اللي كنا شابكين مع الناس بالأرض، طبعاً هاي بيخوف اللي عم يتنافسوا بنفس المناطق، وبالتالي بتلاقي كل هالويب سايتس منهم عندهم حتى على التلفزيونات يعني عندهم وجود، بس تينعطى هالقد مجال، مش هالقد مجال، تينعطى هالقد مدى لموضوع داخلي حزبي طبعاً بيأثر على منطقة ولكن بحدود معينة، مش معقول يكون يعني يتصدر. ما رح يأثر على التصويت بمنطقة البترون برأيك؟ لك الكتائبيين ملتزمين بقرار الحزب، طبعا في ناس بيتعاطفوا مع إذا بدك ردة فعل النائب سامر سعادي، ولكن آخر شيء في معركة الناس كمان لازم تقرر، وآخرة النهار الحزبيين مش إنه ولا بيمشوا بالقوة، كمان عندهم آرائهم وعندهم وضعهم الاجتماعي، ولكن الكتائب هو ملتزم والكتائب هو حالف يمين انه يصون ويدافع عن قرارات ويلتزم بقرارات الحزب. نعم. كمان بموضوع التحالفات يقال انه صار في اتصالات مع القوات اللبنانيه ببعض المناطق، هل هذا الامر مزبوط؟ لا. او ان هناك مصلحين او لا ابدا، ما في ابدا، ولا وارد اليوم نعمل روح بتحالف مع حزب القوات اللبنانيه اللي بنختلف معه على كثير نقاط، وبكرة بالمرحلة الجاية بالبرلمان كل القوى اللي بتكون بس موجودة، بس القوات طرح حالة من خارج المنظومة كمان، مش مهم الواحد شو بيطرح حاله، المهم الناس شو بتشوف بأفعالهم. ما فيك اليوم تطرح حالك خارج المنظومة وتتحالف مع الاشتراكي اللي الناس كمان يعني في كتير هيك جدل على الموضوع، بعتقد هيدي سياسة الرمادي أو إجر هون إجر هون، ما بعتقد بقى الناس قادرة تقبل أو تساوي على الإزابات. هذا هو الوضوح اللي كان عم يحكي عنه مبارح رئيس الحزب هي أحد المواضيع اللي حكيها، لأنه ما فيك اليوم تعادي الحزب
دفع غالي بوضوحه وبتموضعه وبمواجهته الشرسة ودفع حقه وما تحاسب حيالله حدا تاني. يعني شو الرادع اليوم إذا الناس ما حاسبت بال كيف بتصلح إداء، كيف تعمل correction للperformance أو تصليح إداء لحزب أو لزعيم أو لشخصية إذا ما عبرت عنا بصناديق الاقتراع؟ هيدا اللي لازم الناس اليوم تميز بين خيط أبيض وخيط أسود. شو بتقول لناخبينك اليوم بالمتن؟ لك أنا برأيي الناخبين بالمتن وبلبنان بقول إنه عنا فرصة تاريخية اليوم إنه نقدر ننقذ هيدا البلد رأفة بكل تضحياتنا وبكل الشهداء اللي اليوم صاروا تحت التراب واللي ماتوا كرمال قضية، ورأفة بأولادنا وبمستقبل هيدا البلد. بس كمان باردون، بس كمان كل أحزاب المنظومة السياسية اليوم تتحدث بهذه اللهجة وتقول أنه كمان هي عندها شهداء. ما أنا ما قلت أنا عم بحكي عن حالي، أنا عم بحكي عن الناس اللي بتقدر تموضع حزب الكتائب ومسار النضالي والتاريخي. وما خليتني كمل، مش هيك أخذنا لا إله. رأفة بتضحياتنا وبشهدائنا وبكل الأكلاف اللي تكلفها حزب الكتائب، ورأفة بالبلد وبمستقبل أولادنا، لأنه هذا البلد ما بعيش بالماضي ونحن كحزب ما نعيشين بالماضي. نحن طورنا حالنا وبمطارح كتير دفعنا حق أو كلفتنا، طورنا حالنا وتمشينا مع الواقع اليوم. واليوم إيه قد ما نحن فخورين بتاريخنا، بس نحن كمان عنا خطة للمستقبل وهمنا للمستقبل، وكل التضحيات اللي عملناها ما عملناها تنعيش هيدا العيشة. هاي التضحيات عملناها تنعيش بترف وبرفاهية وباطمئنان ونخطط لبعدين ونبقي أولادنا هون بلبنان. وهيدا الشيء الناس لازم تختار بمين بيوثقوا، هل بناس بترجع بتعمل صفقة إذا لقيت مصلحتها مع هيدا الصفقة، أو بناس كانوا واضحين من الأول ودفعوا حقها وكانوا صارمين ومستقيمين بالتعاطي معهم. هيدا الناس اليوم بتنقي، وانا ما رح شير عن الناس شو لازم يعملوا. بعتقد الناس رح تعبر عن حالها بصناديق الاقتراع. يعني على امل ان تكون هذه الانتخابات يعني هي محطه مفصليه، ويفتكر يقدروا الناس قديش هي مهمه للمستقبل، يعني ويكونوا على قدر التطلعات، تطلعاتكم وتطلعات يعني الكل. بس بالنهايه بدنا نتقبل اي نتيجه بتطلع عن الصناديق. هون بس قبل ما اختم معك، البعض يقول انه ايه فينا نغير بالصندوق، بس اليوم المغتربين او حتى بلبنان شو بياكد لنا نحن اليوم انه هذه السلطه ما راح تغير الصناديق؟ يعني شفنا عمليات تزوير حصلت بال2018 ببعض المناطق، والبعض يتحدث عن تزوير ايضا باصوات المغتربين. طب من سيراقب هذا الامر؟ في شغله مهمه، انه المغتربين اليوم هن احدى اهم الوسائل للتغيير، ولان هول الناس هال 244 ألف شاب وصبية اللي انصلخوا صلخ عن لبنان. بس شو بيأكد انه هولي ما رح يتغيروا اصواتهم بالصندوق؟ في طريقتين، وهودي نحن متكلين عليهم تيغيروا، لان هول ما بيخضعوا لا للترهيب ولا للترهيب. وبذات الوقت في جدل انه هل لازم يصير في عد الاصوات بالسفارة ويطلع وينبعتوا، لانه هذا موضوع كتير مهم، او بتنبعت. مش هيك نحن من اول نهار طلبنا، وقت طلبنا بانتخابات نيابية مبكرة من بعد 10 ايام، وتقدمنا بقانون باقتراح قانون من بعد 10 ايام من اندلاع الثورة، تقدمنا بقانون وطلبنا كمان بهيئة اشراف دولية، لان نحن ما عنا ثقة، ما عنا ثقة بهيدي السلطة يلي شفنا كتير منيح كيف مرت الماضي اصلا فرزوا الاصوات تحت الشجرة، تحت الشجرة بعلبك وانقطعت الكهرباء، وبتعرف كيف بيصير التلاعب. واكتر من هيك نحن كيف ما في حتى رادع اخلاقي. هلا بالمتن ما في من يقطع الكهرباء، بدنا ما تنقطع الكهرباء بغير محلها. لا ان شاء الله ان شاء الله. انا برايي يعني نحن بحاجه يقطع الكهرباء، بلشت بالمتن بالذات لهيدي الانتخابات تكون نزيهه. نحن بحاجه ل هيئه رقابيه دوليه تقدر هي تكون عامل تطمين للناس انه لا ما راح يتغيروا النتائج، وراح تكون ما راح يصير الفرس تحت الشجره، وما راح ينكبوا المغلفات على ابواب بعض المسؤولين ويستبدلوا بشيء تاني مثل ما صار على هون برجع. مش هيك كنت عم بقول لك ما في رادع اخلاقي انه الوزراء ما تترشح، مع انه ما في قانون، ولكن في رادع اخلاقي لان بيستعملوا وزاراتهم وسيله للانتخاب. كيف تأذى مرت الماضي كمان كان مرشح وزير الداخليه على الانتخابات، كيف بده يكون موضوعي واقل ديستانس من الكل على مسافه واحده؟ الياس حنكش النائب المستقيل، انا بدي اشكرك، اهلا وسهلا فيك، ونعتذر عن التقطع يلي صار خلال النشره بسبب النقل المباشر. اصدقائي المشاهدين، دقائق قليله جدا وبنكون مع نشره مفصله لاخر واهم الاخبار. الى اللقاء.